طوال أيام العام يعيش المجتمع حركة دؤوبة من البرامج المتنوعة والأنشطة والفعاليات التي يقودها الشباب العماني الواعد. الأمر الذي وجه البوصلة إلى هذا المسار المهم للشباب الطامحين ليأخذوا زمام الأمور بمنهجية أوضح. يهدف هذا الملتقى لإكساب المشاركين إدارة الفعاليات وإعداد خطة عمل ناجحة لتنظيم وإدارة الفعاليات، بالإضافة إلى تعزيز قنوات التواصل بين مع المؤسسات الإعلامية والأكاديمية. ركز هذا المسار على محاور تمكن المشاركين من الخروج بفهم كامل لتصميم المبادرات وتكامل الجهود بشكل منظم، من الفكرة مرورا بالتصميم وانتهاءا بالتسويق. كوني أنتمي لمؤسسة تعليمية تعنى بالرياضة المدرسية، نحتاج مثل هذه الملتقيات والندوات التي تساعدنا في هذا المجال للوصول أو للارتقاء أو لتطوير الرياضة بشكل عام. كيف يقود الإعلام الرقمي الفكرة الحديثة لإبراز الأحداث والفعاليات في زمن أصبح لهذا الإعلام دور بارز في إحداث الفرق؟ محور أجاب عن هذه التفاصيل. الورقة اليوم راح تكون بشكل رئيسي تتعلق عن شرح مبسط عن الإعلام التقليدي والفرق بينه وبين الإعلام الحديث. الفكرة من الإعلام الحديث هو كيف نرسم انطباعات وصورة ذهنية حديثة للجيل الحديث، وبالتالي كيف يمكن أن يتعامل مع الإعلام الحديث. تفاعل المشاركين ومداخلاتهم من خلال هذه الحلقات تنطلق من حرصهم على تغيير الصورة النمطية لإدارة الفعاليات. إذن بهذا البرنامج تختتم المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب في محافظة شمال الباطنة ملتقى مسار الذي استهدف أعضاء اللجان الشبابية والمراكز الإعلامية في الأندية والمسؤولين عن تنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة في المؤسسات والجامعات والكليات. عبد العزيز بن حمد العجمي، ولاية صحار.